السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ جمله دراما مع فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم وغادي تشاركوا معايا حتى نتوما الاحتفال ديال عيد ميلاد ديال الاخ ديالي. غادي نبداو اولا بالتحضيرات اللي انا عملتها، وفي الاخير غادي نشوفوا الاحتفال اللي حنا عملناه ليه. جات مفاجاه وجا واحد الجو زوين ورائع، وغادي نشارك معكم هاد الوصفات جوج: الدجاج محمر والسفه ديال الشعريه اللي عملناها في العشاء ديال عيد ميلاد. غادي ندوزو مباشرة، وخليكم معايا غادي تشوفوا الاحتفال داز وزوين تبارك الله وصل عنبي. غادي ندوزو مباشرة باش نحضروا الدجاج ديالنا. بالنسبة للدجاج راني سبق شاركت معاكم في القناة ديالي بهاد الدجاج هذا، ولكن انا اليوم درت واحد المقادير مخالفة على سبق اللي عملت لكم. هاد المقادير هادي عطات الدجاج واحد الروعه واحد اللذه رائعه، ولكن الطريقه راه نفس الشكل الفيديو السابق، غير المقادير اللي انا عملتها بالنسبه للدجاج هي اللي مخالفه. غادي ناخذ كما لاحظتوا معايا ربطه ديال المعدنوس، وغادي نعمل فيها حامضه بعد ما حيدت ليها غير هذوك العظيمات اللي كيكونوا الوسط، خليتها بالقشور ديالها بكل شيء لها. غادي نضيف عليها الماء وغادي نطحنها في مولينكس مباشره، وعاد غادي نرجع معكم باش نكملوا الوصفه. بعد ما طحنا الخليط ديالنا كما لاحظتوا معايا، غادي نحاول نصفيه في الصفاي بحال هكا. ثقوا بيا هاد الحامض هذا كيعطي واحد الهشه، بان الدجاج ديالك الصدر ديالو كيولي هشيش، كتقدري تاكليه. بعد الخطرات ملي كديروا الدجاج محمر كيتاكلوا ليه الفخيدات ديالو، كيتاكلوا ليه جنيوحات، كيتاكل الظهر، ولكن الصدر ديالو ما كيتكاش لانه كيجي شويه قاصح ومشرب، وخصوصا بانك غير كديري شويه في الماء باش ما كيتحلش لك، كديريه في الفران وهداك هداك الصدر كيجي شويه مشرب. غادي نعملو الثومه. خديت انا ضرس ديال الثومه ونقيته وضفت عليه الماء، وغادي نطحنو حتى هو في مولينكس. ثقوا بيا هاد الخلطه هادي اللي عملت هاد المره وهاد المقادير هادو عطاو للدجاج واحد اللذه رائعه بشهاده الجميع اللي كانوا عندي ديك الليله. صافي، بعد ما خلطته ضفته مباشره على الخليط الاول اللي انا عملته. بالنسبه للمقادير غادي نبداو بسكنجبير، نتوما كتعرفوا الدجاج بانه كيحتاج السكنجبير. عملت 3 المعالق صغار ديال السكنجبير، وهاد الكونتيتي هادي راني غادي نحمر فيها 5 ديال الدجاجات. غادي نعمل 2 معالق صغار ديال الخرقوم عرق. بالنسبه للخرقوم عرق هو مفيد وصحي، ولكن كيمرر شويه المريقه ديالتك لقويتي منه بزاف. بالنسبه للابزار غادي نعمل 2 معالق صغار، غادي نعمل 3 دويمات ديال الزعفران، غادي نضيف الملون الاصفر. واخا راه كيقولوا مضر وكيقولوا فيه شي مواد مضره على الدات، انا كنضيفه لانه كيعطي واحد اللون رائع بالنسبه للدجاج، وخصوصا الدجاج مازال اللحم. الا ما بغيتي ما كتعمليش. غادي نضيف معلقه كبيره وافيه ديال، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، تكون هذيك الفرشه الناشفه هي اللي غادي نضيفها. غادي نحاول نخلط هاد المقادير كامله حتى كتجانس ليا. وراه نتوما لاحظتوا بانني ما درتش الملح، لان الدويمات مالحين، لان السمن مالح، ولان الدجاج حتى هو مغسول بالملح. ما بغيتش نضيف الملح باش ما تجينيش الملوحه وما يجينيش الدجاج مالح شويه. كناخذ الموس، كنتك هذاك الدجاج ديالي، كنحاول نعمل واحد الفليحات في الصدر ديالو، وكنتك الظهر ديالو كامل باش كتدخل ليا هاد المقادير هادي وكتعطيه واحد البنه رائعه بالدجاج. كنحاولوا نمرمدو الدجاج مزيان في هاد العناصر هادي اللي عملت فيها، كندخلو ما بين الفخيدات ديالو ما بين الجليده ديالتو. راني سباق وشاركت معاكم الطريقه ديال هاد الدجاج، وراه تبارك الله راه كيجي زوين. غادي نجمع ليه الرجيلات ديالو، صافي
صافي، ها هو واجد، هانتوما صافي. غنحاول نعمل كاع البقية ديال الدجاج اللي عادي، غنعمل ليه نفس الشكل. صافي، بعد ما وجدت الدجاج ديالي ضفت جوج عويدات ديال القرفة، وغادي نحاول نجمع ليه الرجيلات ديالو ببلاستيكة، كتكون بلاستيكة غذائية بحال هكا باش ما كيتحلش ليا بعد ما كنديرو في الطنجرة وكيبدا يطيب ليا. بعد ما عملنا الدجاج ورقدناه وخليناه، انا رقدته في الصباح وفي العشيه عاد طيبته. بالنسبه للسفه ما غاديش نعملها معاكم في هذا الفيديو لانني جاني طويل، غادي نعملها لكم في فيديو مستقل من وراء هذا الفيديو. غادي نعمل معاكم الطريقه ديال السفه لانها كتجي رائعه وكتجي لذيذه. صافي، الدجاج ديالنا رديناه فوق من الفرنو ديالنا باش يطيب لينا، والبوطه كتكون مهيله ما كتكونش مجهده باش ما كيتحلش لينا في الطياب ديالو. صافي، كنخليوه يطيب على خاطرو. بعد ما كيبدا يطيب كنحاول نقلبو على الجوايه كاملين. راني سبقت درت لكم هاد كاع الطريقه اللي عملت لها الدجاج، هي اللي عملتها في الدجاج السابق، راني غادي نحط لكم الرابط ديالو. صافي، انا غادي غير نمشي معاكم غير بشويه بشويه باش نرجعكم للذاكره ديال الدجاج كيفاش كنا نحمروه مره مره، غير بشويه بشويه باش نقلبوه باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. غادي نخليكم مع الصور وعاد غادي نكمل معاكم الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الاحتفال ديالنا كي داز. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اللي كيعطيها واحد اللون وكتعطي حتى واحد البنه زوينه في المريقه ديال الدجاج. صافي، غادي نخلي الدجاج يتحمر لحقه وطريقه. غادي نخليكم مع الصور وعاد غادي نكمل معكم الفيديو. بعد ما قلبنا الدجاج في الجوانب كامل ديالو دخلته داك اللقامه اللي عملنا لي، كنضيفو كاس ديال الزيت العبار بكاس العنبه. وغادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا فيه الدجاج. صافي، وغادي نبقاو مقابلينو حتى كيطيب لينا. غادي نحيدوه من الطنجره وعاد غادي نضيفو البصله والقنيسات بعد ما غنسلقهم. ما غادي نشارك معكم هذه المرحله حيت فايت مني شاركتها معكم. بالنسبه للقنيسات والكبيدات راني سلقتهم وصفيتهم، والبصله حتى هي قطعتها رقيق وسلقتها بلا ما، كتسلقيها بلا ما، كتدي عليها الصفاره غير شويه كتحسي بها هبطت وكتطفي عليها. صافي، وكنصفيوها من داك الماء اللي فيها وغادي نضيفوها على المريقه بعد ما غنحيدو الدجاج. خليكم ورجع معكم باش تشوفوا معنا الاحتفال ديالنا. وشكرا لكم بزاف على المتابعه للقناه ديالي، ولكن عندي واحد الاقتراح زوين. عملوا لي تعليق واخا تقولوا غير اوكي، واخا تقولوا غير قليب، واخا ديروا اي حاجه، غير شي سينه، غير شي سين، ماشي بالضروري تكتبي جمله ولا تمحني ولا شي حاجه، غير سين باش يطلع لي الفيديو وتعم الافاده للجميع. ولي لايك ما غديري حتى حاجه، غتوركي غير على لي لايك بصايمه غديريها، ما غداش تمحنك ما والو. وكنشكركم وسمحوا لي الا قجرت عليكم وقلت لكم شي حاجه اللي ماشي من الاستطاعه ديالكم. شكرا لكم بزاف. بعد ما الدجاج غلى ليا مزيان كنضيف واحد البصله وحده مشلضه باش تطيب معها الدجاج هذا وكتعطي ديك البنه ديال البصله. صافي، الدجاج طاب ليا كما قلت لكم، غادي ما غنشاركش معكم بعد ما غنحيد الدجاج. صافي، طاب ليا الدجاج ديالي وضفت البصله والقنيسات على ديك المريقه اللي شاطت ليا، وغادي نخليه حتى كيتقال ليا مزيان وترجع ليا الدغميره على حقها وطريقها. وغادي نضيف الزيتون والحامض حتى الاخير، وكتجي الدجاج تبارك الله فن 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 فن. بالنسبه للزيتون مشرمل
خديت الزيتون حمر وخديت الزيتون خضر وخلطتهم مع بعضياتهم، حيت الزيتون الحمر حيدي العظم ديالو، وضفت عليه الثومه محكوكه، شويه المعدنوس، العطره ديالتي شويه الابزار، شويه التحميره، وشويه الكمون، وشويه الزيت، الزيت العاديه والزيت البلديه، وخليتهم حتى كيتشحروا ليا مزيان، هو اللي زينت به الطبق من الفوق. احنا غادي نبداو الاحتفال ديالنا بعد ما وصلت الوقيته اللي غادي يجي فيها الاخ ديالي. احنا ما علمينوش، ما قلناش ليه غادي نديرو لك شي حاجه، غادي نخليوها ليه مفاجاه. صافي، غادي نخليكم مع الصور وارجع معكم ان شاء الله. يلا يلا بالي عطا طريح تشمع شعلي يا حسن. يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يلا اخو واحد انفخه من انت ما تنوض كلهم يوقفوا حدايا ولا ما تنوض من انت من فوق معاك الدراري اجي يا سليمان سير سير جوج. بعد ما لاحظتوا معايا الاجواء ديال عيد ميلاد كي داز، صافي غادي نقدم العشاء. ها هو الدجاج المحمر على حقه، زينتو على هذا الشكل، كنتمنى يعجبكم. وبالنسبه للسفه حتى هي من ورا الدجاج، غادي نقدم لهم السفه زينت على هذا الشكل بالزبيب معسل وباللوز مقلي ومهروش، كتجي رائعه وكتجي لذيذه هذه السفه هذه. كنقول لكم صحه والراحه، وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.